اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من برنامج كشك الصحافه والتي نبداها بالعناوين. تفاصيل جديده عن وفاه صياد في سجون الحوثيين، ولا احد يعرف اداه التعذيب الذي قتل بها الصياد. ومن عدن الغد 11 ساعه غيرت وجهه نظر اهالي عدن من الحكومه. التعليم في بلغاريا، سجل في الجامعة واحصل على سيارة مجانية. ومن البي بي سي، الجيش الأمريكي جاهز لمهاجمة كوريا إذا خرجت عن الحكمة. أهلا بكم. كيف أصبحت شوارع صنعاء بعد سنوات من احتلالها من قبل الميليشيات؟ لقد تغير فيها كل شيء، ويعنون موقع الموقع بوست في صفحته الرئيسية: شعارات الحوثي تغرق صنعاء وتزيف وعي اليمنيين. ويقول الموقع: اليوم تزداد السخرية في شوارع صنعاء وأحيائها ومناطقها، بل ربما في عموم أرجاء اليمن، إذا استمرار الحوثي في طبع شعاراته وإلصاقها على الجدران والمباني. وأغراق صنعاء برمتها بتلك الشعارات التي صار الجميع يمقتها ويسخر منها، بحكم أن الحوثي يرفع شعار لا علاقة له بتصرفاته وسلوكياته، والتي أثبت من خلالها أن راية الموت التي حملها ما هي إلا لليمنيين وللوطن والدولة. وبحسب الموقع، فإن ميليشيات الحوثي مستمرة في رفع الشعارات وطباعتها، وهي تعمل على تطوير وابتكار شعارات جديدة أكثر سخرية. بعد جولته الأخيرة ولد الشيخ بصدد إعداد مقترحات جديدة، ويعنون موقع الاشتراكي نت، مضيفا أن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ذكر أنه بصدد إعداد مقترحات تتعاطى مع مخاوف ومطالب الأطراف اليمنية. وكان المبعوث الأممي بدأ الأسبوع الماضي جولة مشاورات في المنطقة لبحث استئناف مساعي السلام وحل الأزمة اليمنية. وقال المبعوث الأممي في بيان له: إن اللقاءات التي عقدناها كانت موفقة، والاجتماعات سمحت للأطراف بالتعبير عن مخاوفهم وأعطائنا الفرصة لتقديم مقترحات لتتعاطى مع هذه المخاوف وتراعي مطالب الطرف الآخر. وتحدث المبعوث الأممي في بيانه عن أهمية زيارته للمملكة العربية السعودية استغرقت 3 أيام، والمقترحات التي تقدم بها. فككت ميليشيا الحوثي وصالح عظام ومفاصل وأضلاع مصنع البرح للإسمنت في تعز، الذي يعد أكبر مصانع الإسمنت في اليمن، ونقلته فوق شاحنات ودنيات إلى مكان غير معلوم، ويقال إنه في صنعاء، حيث حدث هذا قبل أيام. هكذا بدأ نبيل سبيع مقاله المشهور في موقع المصدر أونلاين مضيفا: قبل أكثر من عامين كانت هذه الميليشيا قد قامت بمداهمة مصنع البرح ونهبت كل مخزونه من المتفجرات. مئات الأطنان من المتفجرات القوية التي تستخدم في تفجير الجبال من أجل استخراج المواد المكونة للإسمنت، المادة الأساسية في البناء. نهبت الميليشيا الإنقلابية مخزون متفجرات البرح الذي كان يستخدمه المصنع من أجل إنتاج المادة الأساسية للبناء، كي تستخدمه في تفجير البيوت والمباني. هكذا تحول مصنع الإسمنت في عهد ميليشيا الحوثي وصالح من مصدر للمادة الأساسية في البناء إلى مصدر للمادة الأساسية في التفجير والتدمير. بعد نهب مخزون متفجرات مصنع البرح، التقيت في صنعاء بالصدفة بمسؤول كبير في المصنع، وحدثني بحزن عن مداهمة الميليشيا للمصنع وطلبها منه ومن زملائه تسليمهم مخزون المصنع من المتفجرات. لم يسمحوا لهم بالرفض ولا حتى بالتفكير، قاموا بنهب المخزون فورا. حدث هذا لمصنع البرح في ظل عاصفة الحزم التي لم توفر كل مصانع اليمن، حيث استهدفتها هي الأخرى بالقصف من الجو دون تمييز بما فيها مصانع الإسمنت. لكن نهب وتدمير مقدرات وبنية المصانع كان توجهاً ومنهجاً لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية من قبل عاصفة الحزم. ومصنع عمران للإسمنت الذي يعد ثاني أكبر مصانع الإسمنت في البلد بعد البرح خير شاهد على هذا،
فبعد اقتحامها عمران قامت ميليشيا الحوثي بمداهمة مصنع الإسمنت هناك ونهبت مخزون المتفجرات كله، طبعاً من أجل استخدامه في تفجير البيوت والمباني وفي إنتاج مواد تدميرية أخرى. هذا أقصى مصير قد يتعرض له مصنع إسمنت في أي بلد، وأي بلد يحدث فيه مثل هذا المشهد لابد أنه بلد في وضع صعب ويواجه مصيراً مأساوياً، ولابد أنه حزين جداً. في العدد الصادر اليوم من صحيفة أخبار اليوم العديد من العناوين، بينها سفراء وممثلو البعثات الدبلوماسية يدعون لجنة التحقيق في الانتهاكات لزيارة المعتقلات السرية، ومن صنعاء تحالف الانقلاب يرفض إدارة الأمم المتحدة لمطار صنعاء، ومن أبين قوات تابعة للحزام الأمني تنتشر في مديريات يافع الثلاث، وفي الجوف معارك عنيفة في جبهات الخنجر وصبرين وحام ومقتل قياديين حوثيين. تفاصيل جديدة عن موت أحد المعتقلين لدى ميليشيا الحوثي تحت التعذيب. ووفقا لموقع المصدر أونلاين، فإن الحوثيين اختطفوا علي أبكر شامي بتهمة صيد الجمبري، ثم اتهموه بالتهريب ودعم الدواعش. وقالت مصادر حقوقية في محافظة الحديدة إن أحد المختطفين في سجون جماعة الحوثيين وقوات صالح توفي إثر التعذيب، وإنه صياد يعمل على قارب في البحر، قتل على يد الحوثيين نتيجة التعذيب المفرط قبل أيام وبضربه وبضربة شديدة على رأسه من أداة صلبة. وأضافت المصادر جرى نقل الشامي إلى المستشفى العسكري بمدينة الحديدة، وقالت إن الحوثيين كانوا قد اختطفوا الشامي مع صيادين آخرين وبوشاية من قبل أحد الأشخاص المتعاونين معهم. ووجه الحوثيين لهم تهمة صيد الجمبري في غير موسمه، ثم وجهوا له تهمة للصيادين أو تهم للصيادين من بينها التهريب والتعاون مع الدواعش، وبدأوا على إثر ذلك بتعذيبهم. يحقق الجيش الوطني انتصارات كبيرة غرب مدينة تعز، وهناك يوجد واحد من أهم مصانع الانتاج، وفي حال سيطرة عليه تصبح عملية تأمينه واحدة من مهام الجيش الوطني. ومن هذا كتب من تعز نجيب قحطان محذرا من تركه دون حماية، وقال في مقاله المشهور في الاشتراك نت: نتمنى أن يدرك جيشنا الوطني جيدا أن كل هذه الانتصارات التي يحققها والتضحيات التي يقدمها أبطالنا المقاتلون تتلاشى وتغيب إذا لم تواكب هذه الانتصارات بتأمين وحماية كاملة للممتلكات العامة والخاصة، وعدم السماح لضعفاء النفوس من المساس بأي ممتلكات في المناطق المحررة. إذا لم تواكب هذه المعركة البطولية المدروسة خطة حماية وتأمين لمصنع السمن والصابون والحفاظ عليه، فإن النصر سيكون لا طعم له ولا شكل ولا لون، بل ستتحول فرحة التحرير إلى مأساة حزن وندم وقهر وكمد ستشمل كل قلوب وأفئدة مواطني اليمن الشرفاء عامة ومواطني تعز خاصة في حالة عدم حماية المصنع وتأمينه. وبما أن جيشنا الوطني قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من الوصول لمصنع السمن والصابون، فإن الأمل كبير أن يتم تجهيز قوة من الشرطة العسكرية ودعمها بكل ما يلزم لتولي مسؤولية حماية وتأمين مصنع تعز، مصنع السمن والصابون. نحن أصحاب حقوق ولسنا قطاع طرق أو ميليشيات نهب. متارس الحرب لا يمكنها أن تكون شيئا مفيدا للسلم. وفقا لموقع عدن تايم، فإن الأهالي في العاصمة المؤقتة يشتكون من رمي مخلفات المتارس المزالة في أحد المتنفسات بعدن. وقال أحد المواطنين في رسالة إلى الجهات المعنية: لقد استبشر المواطنون خيرا في إزالة الحواجز والمتارس الرملية من الشوارع والطرقات العامة بمحافظة عدن، لكن سرعان ما تبددت الأحلام وخابت الآمال والظنون، حيث قامت الجهات المعنية بإزالة المتارس ورمي مخلفاتها في ساحل أبين. وأضافت الرسالة: قمنا بحملات لتنظيف ساحل أبين ورفع مخلفات البناء منه، لنفاجأ بقيام جهات معروفة برمي بقايا متارس الحرب إلى المنطقة. أما موقع عدن الغد فقد أورد عنوانا أراد من خلاله التعبير عن حدث أصبح غريبا في وقتنا الحالي، وقال الموقع في صفحته الرئيسية: 11 ساعة من التشغيل المتواصل للتيار الكهربائي بعدن.
وقال الموقع حققت ساعات تشغيل الكهرباء بعدن يوم الجمعة معدلا جديدا هو الأكبر منذ سنوات مضت. وقال سكان محليون بعدن لصحيفة عدن الغد إن ساعات تشغيل التيار الكهربائي وصلت إلى 11 ساعة متواصلة، وهو معدل لم تصل إليه الكهرباء بعدن منذ سنوات. ويتابع الموقع نجحت حكومة أحمد بن دغر خلال الأشهر الماضية من أحداث نقلة نوعية في مجال قطاع الكهرباء بعدن. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أكد المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ للشرق الأوسط أنه لم يكن ينوي زيارة صنعاء، وذلك في معرض رده على أنباء تداولتها مواقع إخبارية يمنية تفيد بأن انقلابي اليمن رفضوا استقباله. وقال في رسالته: هذه المعلومة غير صحيحة، وأنا لم أقرر الذهاب إلى صنعاء هذه الأيام أصلا. وكان المبعوث الأممي أكد أنه بحث في الرياض مقترحا خاصا بمرفأ الحديدة كخطوة أولى من خطة عمل تضمن التوصل إلى حل شامل للنزاع وحتى الأطراف، على ضرورة إعادة فتح مطار صنعاء الدولي للحد من المعاناة الإنسانية ودفع الرواتب وتأمين المساعدات الأساسية للشعب اليمني. وقال المبعوث إن اللقاءات التي عقدناها كانت موفقة، والاجتماعات سمحت للأطراف بالتعبير عن مخاوفهم، وأعطتنا الفرصة لتقديم مقترحات تتعاطى مع هذه المخاوف وتراعي مطالب الطرف الآخر. تقرير منظمة سام للحقوق والحريات وما كشفه عن قيام قوات يمنية تديرها الإمارات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، موضوع اختارته صحيفة العرب الجديد اليوم في محافظة شبوة، مشيرة إلى عملية اختطاف طالت أيضا الأطفال والنساء، وطالبت المنظمة الحكومية الأمريكية بتوضيح موقفها من الانتهاكات في ظل أنباء عن مشاركتها بدعم القوات التي تديرها الإمارات. وبحسب بيان المنظمة فإن ملاحقة المواطنين اليمنيين المتحدرين من قبائل العوالق واختطافهم من قبل قوات النخبة الشبوانية التي تديرها دولة الإمارات العربية المتحدة ونقلهم إلى أماكن عسكرية للتحقيق معهم من دون تمييز بين الرجال والأطفال والنساء يعد انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين اليمنيين القانونية. وفي حديث المنظمة عن انتهاكات مورست أخيرا ضد أفراد من قبيلة العولقي، قالت أن ما يعرف بقوات النخبة الشبوانية قامت باختطاف ناصر العولقي في الخامس من الشهر الجاري من مدينة عتق، وكان برفقته عدد من أصهاره ومعهم أطفال ونساء. وبحسب البيان فقد رافقت قوات النخبة الشبوانية المختطفين إلى منزلهم، ثم قامت بتفتيش المنزل واعتقال المواطن وعائلته وأصهاره، ثم تم نقلهم بطائرة هليكوبتر إلى منطقة بلحاف ضوران. وأضاف البيان أنه بعد تدخل عدد من المشايخ والشخصيات من أقرباء المعتقلين تمت الموافقة على إطلاق سراح النساء والأطفال والسماح بعودتهم إلى منزلهم في عتق، فيما لا يزال الرجال معتقلين خارج القانون. في الشأن العربي والدولي نطالع مقالا في جريدة الحياة للكاتب مصطفى زين بعنوان العراق وكردستان الكبرى، يتناول فيها الجدال الدائر بين السياسيين الأكراد حول توقيت الاستفتاء على انفصالهم عن العراق، ومن أهم ما جاء في المقال. مسعود بارزاني ومعه حزبه وقبيلته بطبيعة الحال يرى أن الظروف مواتية لإعلان كردستان دولة مستقلة، وإن لم يتحقق الحلم الآن فلن يتحقق أبداً. جلال طالباني وحزبه وقبيلته التحق به كي لا يبدو خائنا. اطمأن برزاني إلى أن أي حزب كردي لن يجرؤ على معارضته نظراً إلى شعبية الطرح، فأي مخالف سيعتبر خائناً للقضية وللقبيلة الأكثر نفوذاً التي تمسك بمفاصيل الإقليم اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وتقرر مصير القبائل الأخرى وترفع شعار من ليس معنا فهو ضدنا وليتحمل النتائج، أي أن الأسايش جهاز الأمن جاهز للتعامل معه، وإن لم يرضخ فالبشمرجة الخاصة بالقبيلة على استعداد لتنفيذ الأوامر. القمع وحده لا يكفي لشد العصبية القومية والقبلية، لذا لجأ المسؤولون في حزب برزاني إلى عملية تضليل كبيرة
رفعوا شعار الاستقلال بدلا من الانفصال للإيحاء بأن العراق دولة تحتل أرضهم وتتحكم بمصيرهم. يعتقد برزاني بأنه سيد اللعبة في العراق وفي الإقليم وعلى المستوى الدولي، من هنا تجديده على الظروف المناسبة لإعلان كردستان الكبرى داخل العراق، وتوسعها سيكون حتميا في المستقبل، أي بعد انهيار الدول المحيطة بها، فواشنطن مستعدة لحمايته وكل ما تبقى تفاصيل. تحقق حلم برزاني بدولة مستقلة سيكون عاملا لمزيد من الحروب في الشرق الأوسط، وليس عامل استقرار على ما يروج. إلى صحيفة القدس العربي والتي عنونت في صفحتها الأخيرة: في بلغاريا سجل نفسك بالجامعة واربح سيارة. وتقول الصحيفة عوضا عن امتحانات القبول: دخلت جامعات بلغارية في منافسة محتدمة فيما بينها لجذب الطلاب عبر ترغيبهم بتخفيضات وهدايا متنوعة بما فيها سيارات دفع رباعي. و55 جامعة حكومية وخاصة خصصت جميعها 30,000 مقعد لاستقبال الطلاب من أجل العام الدراسي 2017-2018، فيما بلغ عدد خريجي الثانوية لهذا العام 54,000 طالب، ومع حصولها على دعم من الدولة وفق عدد طلابها تتنافس الجامعات لاستقطاب الطلبة من خلال عروض جذابة. ففي مدينة فيليبي أعلنت إحدى الجامعات عن 25 جائزة، بينها سيارة دفع رباعي وحواسيب وهواتف نقالة ورحلات سياحية ستمنح عبر القرعة في الذكرى 25 لتأسيسها. أما المعهد العالي للاقتصاد والأمن في المدينة ذاتها فقد أطلق حملة تخفيضات الرسوم الدراسية لكل طلاب أو لكل طالب يسهم في تسجيل صديقه في المعهد. في عنوان بارز لشبكة البي بي سي: ترامب الحل العسكري للنزاع مع كوريا الشمالية جاهز تماما للتطبيق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي جاهز ومتأهب للتعامل مع كوريا الشمالية في آخر تصريحات الحرب الكلامية المتصاعدة. وقال ترامب في تغريدة كتبها في تويتر إن الحلول العسكرية أصبحت الآن جاهزة للتطبيق بشكل كامل وفي وضع التأهب والجاهزية إذا تصرفت كوريا الشمالية بشكل غير حكيم. ونشر الرئيس الأمريكي تغريدته بعد أن اتهمه زعيم كوريا الشمالية بأنه يقود شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الحرب النووية. وأصدرت وكالة الأمن الداخلي في الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي الجمعة منشورا يقدم معلومات للسكان بشأن كيفية التعامل والاستعداد لأي تهديد صاروخي. ومن ضمن ما ورد في المعلومات المنشورة: لا تنظر إلى الوميض أو كتلته أو كتلة اللحم لأنها يمكن أن تصيبك بالعمى، انبطح أرضا وغطي رأسك إذا كان القصف في مكان بعيد عنك، فيمكن أن يستغرق الأمر 30 ثانية أو أكثر حتى تضرب موجة الانفجار هدفها. الكاتب السوري نجيب جورج عوض كتب في العربي الجديد مقالا ناقش فيه المسائل التي يبحثها السوريون المعنيون بمصير بلدهم ومستقبله بعد انتهاء المأساة، وبالتحديد طبيعة وتركيبة سوريا الدولة، فيدرالية وإدارية لا مركزية أم العكس، ومما جاء في هذا المقال. من الأفكار المطروحة في المسألة تمكين الأقليات القومية والإثنية من تشكيل كيانات إدارية أو حتى دولتية خاصة بها ضمن أراضي سورية فيدرالية لا مركزية. أرفض أي مشروع يدعو إلى تأسيس كيان قومي أو ثقافي مسيحي قائم بذاته مجتمعيا أو حتى إثنيا في سوريا، وأنتقد بشدة دعوات نسمعها في الأوساط المسيحية عن تأسيس كيان مسيحي سوري بدلالات قومية كما يفعل بعض السوريان الأشوريين أو ثقافية كما بدأ يفعل بعض الأرثوذكس متأثرين بفكر مسيحي انعزالي آت من لبنان في سوريا المستقبل. لا، بل وأدعو جميع الشرائح السورية بما فيها العربية والكردية التي تصر على تعريف نفسها بدلالة فكرة القومية أو بدلالة فكرة الثقافة للتأكد ما إذا كانت أي من الفكرتين تنطبقان على طبيعتها وتركيبتها السوسيولوجية والتاريخية والمعرفية، وما إذا كان تقديم الذات بدلالة أحد هذين المفهومين يضع تلك الشرائح فعلا في سياق عالم اليوم والفكر المعاصر، أم أنه يحبسها في غياهب فكر ماضوي تراجعي ونكوصي ما عاد يعول عليه اليوم
وما عاد يعتبر فكرا مرجعيا في تفسير الذات والوجود. المسيحيون كما يقول تاريخ المسيحية مساهمون فاعلون ومركزيون أينما وجدوا في بناء ثقافات وحضارات جامعة مع باقي التجمعات المكونة معهم، وهم يعملون دوما على تشكل كيانات تشاركية وتفاعلية وليس على إيجاد كيانات ضيقة ومغلقة. عشرات ماتوا بتصادم قطارين في مصر، وترحيب في ألمانيا باللاجئين الجدد، وحرائق في غابات كثيرة، وتفوق رياضي، ومظاهر حياة. لما لا نشاهد كل ذلك في جولة مصورة وردت في الديلي تيليغراف؟ نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم في مجموعة من رسوم الكاريكاتور. دمتم بخير.